اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم مؤشر النيل. نتعرف خلالها على اداء البورصات المصريه واسواق المال العالميه وتطورات الاقتصاد المحلي والعالمي. البدايه محليه، حيث سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بعمليات شراء قوية من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية. واستقر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 1,236,000,000,000 جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم 4.4 مليار جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 34%، ليصل إلى 30,628 نقطة، وزاد مؤشر EGX70 بنسبة 52%، ليصل إلى 8460 نقطة. وامتدت المكاسب إلى مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا، والذي أضاف نحو 30%، لينهي التعاملات عند 11603 نقاط. من جهة أخرى، أعلنت إدارة البورصة أن إجمالي كميات الشراء المبدئية المسجلة بسوق الصفقات الخاصة بطرح أسهم المصرف المتحد قد تجاوزت نحو 974 مليون سهم، بما يعني تغطية الطرح العام بنحو 59 مرة. في منطقة الخليج العربي، أغلقت أسواق الأسهم على ارتفاع بدعم من صعود أسعار النفط، بعدما راهن المستثمرون على تمديد تحالف أوبك بلس لتخفيضات الإنتاج في اجتماع يوم الخميس، بينما خالف المؤشر القطري الاتجاه واختتم الجلسة دون تغيير يذكر. وتقدم المؤشر السعودي 7% بفضل مكاسب كبيرة في جمع القطاعات تقريبا، بينما أغلق المؤشر القطري القياسي دون تغيير في ثالث جلسة على التوالي بلا مكاسب. إلى بورصة وول ستريت، حيث فتحت المؤشرات الرئيسية على انخفاض طفيف، بعدما صعد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 ونسداك إلى مستويات غير مسبوقة في الجلسة الماضية، وذلك وسط ترقب لصدور تقرير الوظائف المهمة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، إلى جانب المزيد من البيانات والتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادية أي البنك المركزي الأمريكي. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3%، وتراجع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.7%، كما انخفض المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.20%. في الأسواق الأوروبية، استهلت الأسهم تعاملاتها على ارتفاع مدفوعة بقطاعي التكنولوجيا والموارد الأساسية، فيما يتابع المستثمرون تطورات الوضع السياسي في فرنسا. وصعد مؤشر يورو ستوكس 600 الأوروبية بنسبة 0.2%، كما تصدرت قطاعات التكنولوجيا والموارد الأساسية الارتفاعات لتسجل زيادة بنسبة 0.9% و0.8% على التوالي. ورغم الارتفاع بنسبة 0.6% خلال اليوم، لا يزال مؤشر كاك 40 الفرنسية متأخرا عن نظرائه الإقليميين، حيث تواجه حكومة البلاد احتمال الانهيار بعدما قدمت الأحزاب اليمينية المتطرفة واليسارية مقترحات لحجب الثقة عن رئيس الوزراء ميشيل بارنيه. وتعرضت أسواق الأسهم والسندات الفرنسية لضغوط في وقت يواجه فيه ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو عجزا متزايدا، مع معارضة شديدة لميزانية الحكومة التي يقودها بارنيه. للمزيد من المتابعة معي الأستاذ محمود سيد، خبير أسواق المال. أستاذ محمود، مساء الخير. مساء النور يا فندم، وأهلا بحضرتك. وأهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. كيف تقرأ الارتفاعات في البورصة المصرية اليوم وما هي أسبابها؟ بالنسبة للسوق المصري عموما، هو في الفترة الماضية يمر بحالة عرضية ما بين منطقة 29800 ومنطقة 32000، فهو حصل كان هبوط الفترة اللي فاتت ومجرد في اتجاه عرضي، وتم ورد السوق المصري من تسعة من قرابة حوالي 29800 أو حول 30000 تقريبا. وبداية ارتفاع كانت من الثلاث جلسات الماضية، ليرتفع اليوم إلى مستوى 30600 نقطة بارتفاع 103 نقطة، نظرا لاقتراب نهاية اكتتاب البنك الأهلي المتحد الذي سحب سيولة كبيرة من السوق في الفترة الماضية، وما بقرب انتهاء الاكتتاب وبداية التداول بيتم استعادة السيولة مرة أخرى بالسوق المصري.
هل الارتفاعات قد تستمر حتى نهاية العام، خاصة يعني أننا شاهدنا الارتفاعات في بعض الجلسات الماضية، ورغم هناك ظروف جيوسياسية تؤثر على كل البورصات في المنطقة، ولكن الارتفاعات تتكرر في البورصة المصرية، هل تستمر تلك الارتفاعات بنهاية هذا العام؟ نعم، البورصة المصرية منتظرها مزيد من الارتفاعات ومزيد من ارتفاع المؤشر لمستوى 34 ألف مستهدف منتظر ثم 40 ألف نقطة، ولكن السوق يمر بحالة عرضية نظرا لتطورات الجيوسياسية في المنطقة، ونظرا أيضا لوجود اكتتاب المصرف المتحد في الفترة الماضية أثر في الأسبوعين الماضيين على وضع السوق المصري. بالنسبة للطروحات والمصرف المتحد، كيف تقرأ ذلك؟ بالفعل تم تغطية الاكتتاب 89 مرة، وهذه تغطية كبيرة جدا، ده يعكس ثقافة المستثمر المصري وكذلك المؤسسات في الإقبال على الاكتتابات الجديدة، وهذا أصلا مؤشر جيد، وإحنا بننصح الحكومة المصرية إن هي تعجل ببرنامج الطروحات، لأن في وعي حاليا في السوق المصري وفي سيولة لدى المستثمرين وإقبال على الاكتتابات، فده طبعا ده شيء جيد جدا ان يتم تغطية الاكتتاب 89 مرة، ده شيء ممتاز جدا، يعني يعكس مدى نجاح هذا الاكتتاب. بالنسبة للبورصات الخليجية ارتفعت اليوم، كيف تقرأ البورصات الخليجية والمؤشرات فيها؟ البورصات الخليجية عموما متأثرة أكثر من السوق المصري بتطورات الجيوسياسية، وأيضا مع وجود الهدنة الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل ابتدت الأسواق تأخذ اتجاه صاعد مرة أخرى مثل باقي الأسواق الأخرى في المنطقة. فبالنسبة للأسواق الخليجية هناك نعم ارتفاع، ولكن ارتفاع طفيف لم تصل ايضا الى ارتفاع قوي وسيوله قويه حتى الان. بالنسبه لتقييمك لاسعار النفط والذهب حاليا؟ أسعار النفط الذهب طبعا وصل لقمة عالمية 2900 دولار برقية، كانت قمة كبيرة جدا لم يصلها في تاريخه، وهو حاليا في وضع تصحيح عند مستوى 2650 دولار للأوقية، حاليا في وضع تصحيح من قمة كبيرة جدا، يعني هدنة بمعنى أصح أن الذهب بيأخذ هدنة حاليا، والاتجاه الفترة القادمة سيكون اتجاه عرضي بعض الشيء. وكذلك كذلك اسعار النفط شهدت ايضا ارتفاع نتيجه الحرب في الشرق الاوسط، ولكن مع بدايه التهدئه او الحديث عن تهدئه يبدا اسعار النفط ايضا في اتخاذ الاتجاه العرضي وليس الهبوط، لان ليس هناك من تهدئه كامله الى الان. استاذ محمود سيد خبير اسواق المال، اشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه. في أسواق النقد الأجنبي هبط اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ عام، وسط تنامي المخاوف بشأن اقتراب فرض رسوم جمركية على صادرات بكين إلى الولايات المتحدة، وتكهنات بأن هناك مزيدا من تخفيف السياسات النقدية في أكبر اقتصاد في القارة الأسيوية. وتراجع اليوان بنسبة 0.3% في التعاملات ليسجل 7.29 يوان مقابل كل دولار، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر من عام 2003. هذا وارتفع اليورو إلى 1.4 دولارا ليستعيد بعض الزخم بعدما دفعت الاضطرابات السياسية في فرنسا المتعاملين إلى البحث عن ملاذ للتحوط من المزيد من تقلبات الأسعار. وفي أسواق العملات المشفرة اقتربت العملة الرقمية بيتكوين من تحطيم رقم قياسي تاريخي بأن تصل إلى 100 ألف دولار، وبلغت 96 ألف دولار في تعاملات اليوم، وقد لامست البيتكوين مستوى 99,645 دولارا في تعاملات الأسبوع الماضي، مدعومة بضخ عدد من الشركات المالية لطلبات إضافية لشراء عملات من صناديق تعاملات العملة الرقمية بيتكوين. في أسواق النفط العالمية ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم، لكن تحركاتها انحصرت داخل نطاق ضيق إذ يترقب المتعاملون نتيجة اجتماع أوبك بلس هذا الأسبوع. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 31 سنتا لتصل إلى 72.14 دولار للبرميل، وصعد الخام الأمريكي 26 سنتا ليصل إلى 68.36 دولارا.
في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب بدعم توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر أثرت على الدولار وعوائد سندات الخزانة، فيما تحول التركيز إلى بيانات اقتصادية مقبلة قد تقدم مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي. وصعد الذهب 2.2% ليصل إلى 6,644 دولارا للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى فقد ارتفعت الفضة 1.39% لتصل إلى 93% دولارا للأوقية. وصعد البلاتين 0.7% ليصل إلى 953.68 دولارا. مشاهدينا الكرام، بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من مؤشر أنيل. غدا بإذن الله حلقة جديدة، دمتم في أمان الله، شكرا لحضراتكم.